كفاءات وطنية وشابة واعدة في عدة مجالات، ثقافتها رائعة، عفوية بطبيعتها، تتمتع بطلاقة لغوية مميزة، تتحدث ثلاث لغات هندية بطلاقة: المليالم لغة كيرلا، والهندية لغة أردو، والتامل لغة مدرس. وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تألقت الكويتية مريم القبندي مبدعة أمام الشاشة بكل ثبات لتقدم النشرة الجوية الكويتية بإحدى اللغات الهندية وهي مليالم لغة كيرلا أثناء استضافتها بقناة فلاورز تي في في الهند. هذا كلايمت برا لمدتش ما كان دائما نسلو ولا مسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين. الأجواء اليوم أجواء مشمسة، وتظهر بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق. نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر، وأيضا وضع الكريم الواقي من الشمس، خاصة اللي يعانون من الحساسية مثلي. ريال إنني مليارة قطع إني إذا مليارة دي بريه എന്താ പറയണ്ടേ? ഇതേ ഇതേ പറഞ്ഞ സാധനം ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മലയാളത്തില്. കുറച്ച് വെയിലാണ്, പക്ഷെ കുറച്ച് മേഘങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആകാശത്തില്. എന്റെ പോലെ ഈ വെയില് തട്ടിയാൽ അലർജി ഉള്ളവര് എന്തായാലും സൺബ്ലോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുറത്തു പോയാൽ മതി.